الجو لنا والبر لنا والبحر لنا، الجزائر تعلنها صراحة سياسة الند للند. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم قناة عامة وفي دولتكم دولة الجزائر. الجزائر اليوم تقوم بدور مشرف وتقوم بخطوة جد مهمة في سيادتها الوطنية. الجزائر مع البداية قالت لا للتدخل الأجنبي في دولة أخرى، وبخصوص الدول المجاورة للجزائر وبالأخص دولة النيجر، حيث قالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: نحن لسنا مع التدخل الأجنبي في الجزائر أو في النيجر ومع الشرعية الدولية. لكن اليوم فرنسا طلبت من الجزائر أن تكون حدودنا الجوية أو مجالنا الجوي مفتوحا لها لطائراتها حتى تمر وتقوم بقصف النيجر، لكن هيهات هيهات مع الجزائر الجديدة. الجزائر تقول لا للتدخل الأجنبي في النيجر، ولن نستبيح أجواءنا حتى تكون مركز عبور لطائراتكم. الجزائر ترفض الطلب الفرنسي، حيث أن فرنسا تقدمت بطلب رسمي للجزائر حتى تكون مركز عبور لطائراتها حتى تقوم بالاعتداء على دولة النيجر، وهذا ما رفضته الجزائر بصفة عامة وبصفة خاصة ودائمة. الجزائر تقول لا للتدخل الأجنبي في النيجر، ولن تكون أراضينا أراضي منطلق لضرب النيجر، هذا ما قالته الجزائر. لكن وللأسف الدولة المجاورة المغرب التي سوف تستبيح أراضيها وتستبيح جوها وتستبيح بحرها لأي دولة كانت، المهم أن تكون ضد الجزائر. وبهذا تكون المغرب قد خطت خطوة سلبية ضد الجزائر خطوة أخرى، وهذا ما كان متوقع عند الجزائريين. كان متوقع أن فرنسا سوف تطلب من الجزائر أن تمر عبر أراضيها والجزائر سترفض، وبطبيعة الحال المغرب سوف تفتح أراضيها لأي دولة كانت مهما كانت حتى تكون مركز عبور لأي دولة تريد، هذا ما كنا نتوقعه من المغرب. فرنسا وبعد أن كانت وأصبحت شبه منعدمة في إفريقيا وأصبحت لديها بعض الدويلات تبني عليها اقتصادها، حيث أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة في إفريقيا، لذا هي تريد التدخل الأجنبي في النيجر، خاصة وأن اليورانيوم الذي تأخذه فرنسا من النيجر يعد أكثر من 90% من مواردها. وتعد هذه السرقة التي تقوم بها فرنسا في إفريقيا ليست الأولى، فهي تسرق موارد عدة دول من إفريقيا، وهذا ما تبقى مما يظهر من دول الإكواس، حيث أنهم عملاء لفرنسا ويمشون تحت طوعها وأمرها، حيث أمرتهم أن يقوموا بتدخل عسكري في النيجر، وهذا ما يقومون به الآن أو يريدون القيام به لحد الآن. لولا القرار الجزائري بعدم التدخل في النيجر عسكريا لكان التدخل قد صار من زمان، حيث أنهم قرروا أن يتدخلوا في النيجر، لكن الجزائر وقفت لهم الند، والآن أتاهم الأمر من أمهم فرنسا أو من ولي نعمتهم أو من مغتصبتهم فرنسا، حيث أنها أمرتهم بالتدخل في النيجر، حيث أنهم يريدون أن يرجعوا النيجر أوكرانيا أوروبا. وكما هو معروف الحرب بين أوكرانيا وروسيا ليست حربا بينهما فقط، بل حربا بالوكالة بين روسيا والغرب، حيث أنهم يريدون أن تصبح النيجر كما هي أوكرانيا حربا بالوكالة بين الغرب أو بين أعداء الجزائر والجزائر في النيجر، وهذا ما تتوقعه الجزائر وتعمل له ألف حساب. لكن هيهات هيهات، أين الجزائر من ما يتوقعون؟ الجزائر تعد لهم، ومن يمر عبر حدود الجزائر سوف يندم على يوم ولدته أمه، حيث أنه تتعدى حدودك ينتهي وجودك، هذا ما تقوله الجزائر دائما في سياستها. كما قلنا الجزائر معروفة لا تتدخل في أمور الآخرين، لكن إذا تدخل أحد في أمرها أو تعدى حدوده فسوف تكشر عن أنيابها وسوف يندم على يوم ولدته أمه. فرنسا تلعب بالنار مع الجزائر، تظن أنها الجزائر القديمة، لكنها الجزائر الجديدة التي لن يروا منها إلا ما يسوءهم، خاصة فرنسا. الجزائر الآن تتعامل الند بالند مع أي دولة كبيرة أو صغيرة، وعلى العكس الجزائر تلعب دورا هاما في إفريقيا وخاصة في جنوب أوروبا، حيث أنها تلعب دورا هاما في مركز عبورهم. الجزائر إذا قالت لا لن تكون هنالك شيء سوف يجري في إفريقيا بدون موافقة الجزائر، وإذا كان من وراء الجزائر سوف يندمون وسوف يحصلون أو فسوف يحصدون ما يزرعون.
بعد أن يدخلوا في هذا المستنقع الذي لا مفر منه، الذي إذا دخلوه سوف يندمون. والدول الإكواس التي تمشي تحت طوع فرنسا والمغرب خاصة سوف يندمون على هذا القرار الذي اتخذوه بالتدخل عسكريا في النيجر، لأنهم بعد ذلك لن يستطيعوا أن يوقفوا شيء، بل سوف توقفه من اعتدوا عليها أو تستمر فيه، وهذا سوف ينعكس على دولهم ويعكس على شعوبهم التي سوف تثور ضدهم، خاصة وأن أغلب شعوبهم ضد التدخل العسكري في النيجر، لأن أغلب شعوبهم تعاني من الفقر والمجاعة، وهذا ما نعلمه كلنا في إفريقيا. ويعلم الجميع أن هذا التدخل في النيجر سوف يخلق أكثر وأكثر الإرهاب في إفريقيا، وهذا ما لا نريده، وخاصة لا تريده الجزائر، فهي عانت منه الكثير منذ القدم، منذ أن كانت الدول الأخرى تتفرج وتضحك على الجزائر، لكن الجزائر مرت بهذه التجربة وأصبحت لقاحا لديها، وهي الآن تعلم كيف تتصرف مع أي اعتداء من الإرهاب أو من دولة أخرى. ما يؤسفنا في هذه القرارات وفي هذه المجريات أن دولة عربية مجاورة وتعتبر من الإخوة، حيث أنها شعبها أخو الشعب الجزائري، تتعامل بهذا الند للجزائر، وهي أصلا ليست ندا للجزائر، لكنها تستعين بدولة معادية وبدول معادية، حيث أنها تستعين بالكيان الصهيوني وبفرنسا الأعداء الأبديين لدولة الجزائر. لكن الآن نحن نقولها أيضا بصراحة، لا علاقات مع دولة تقوم بهذه التصرفات إلا إذا رجعت إلى الطريق الصواب. الشعب الجزائري يحب الشعب المغربي، لكن سياسة دولتهم لا تتماشى مع قرارات الجزائر، ولا تتماشى مع الأخلاق الأبدية للدول العربية، وهذا ما نلمسه في كل مرة تقوم بها الجزائر في قرار يخص إفريقيا إيجابي تجد أن المغرب ضدها، وهذا ما يحزننا من دولة جارة وعربية ومسلمة. الآن الجزائر تقولها صراحة، أنا ند لأي دولة تريد أن تتدخل عسكريا أو تتدخل في سياسات الجزائر وحتى في سياسات إفريقيا، أنا لها الآن، خاصة وإذا دخلت الجزائر مع قوى البريكس، حيث أنها ستصبح دولة قوية جدا ولها مكانة أكثر مما هي عليها الآن وسط الدول في العالم، ويحسب لها ألف حساب، خاصة وأنها الآن يحسب لها ألف حساب، فما بالك إذا زادت قوة اقتصادية وقوة عسكرية، خاصة وأنها حليفة للروس وحليفة للصين، حيث أنهم لن يتركوا الجزائر أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى موضوع آخر إن شاء الله.